الجهد كبير. راح تبدي الجولة الثانية الحين. الجولة الثانية. راح تبدي الجولة الثانية الحين. اعتقد الحين راح يبين لعب خليفة. نعم راح يكشف شغله. بعد ما امتص طاقة أسامة. اليوم نعم. اليوم نشوف احنا بنشوف كابتن اليوم جميع الفنون القتالية اليوم قاعدة تتجمع في جي اف سي 2 حرب الأسود وور اوف ذا لايونز. بدأت المباراة. دائما يحاول انه ما يقاتل فوق اللاعب اسامه دائما يحاول ياخذ خليفه بالارض ماخذ الحين ارضي رميه اللاعب خليفه عنده قوه تخلص جميله نعم في الارضي نعم الحين اسامه مسيطر فوق بيحاول ياخذ ايده كسر انا اتوقع تمام ما يحاول ما يبي بس فقد طاقته فقد نعم. طاقته اليوم فرصه الحين هذه فرصه خليفه نعم انه لازم يشغل الركبه ولازم يشغل الابر كات لان اللاعب قاعد ينزل لتحت الحين محاول ياخذ وضعيه خنق المفروض يعدل مسكته لانه ممكن ياخذ وضعيه خنق المفروض يقعد على ركبه نعم لا 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 يلف لا يلف لا يلف اذا لف خليفه راح يخسر الوضعيه خسر الوضعيه رد تعدل زين رد تعدل اسامه فاقد طاقته اسامه نعم. فاقد طاقته فاقد ممكن ياخذ جارد يدخل ريله يمسكها بريله الثنتين راح يسلم اللي تحت المفروض يحاول لا 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 اسامه لاعب قوي خليفه المفروض يحاول انه يدخل اللاعب بين ريله يقدر يخنقه خلاص وضعيه الخنق الان اي محاوله خنق ولكن مو مسيطر هو بريله فممكن هذا يتخلص المفروض انه يسيطر عليه بريله هذه محاوله خنق ضعيفه لان اسامه فوق اسامه فوق فمحاوله خنق ضعيفه اسمع اصوات الجمهور زين اسمع اصوات الجمهور الان جي اف سي 2 الان انا بحس بالحماس اكثر من اي وقت من المباريات الان بحس بانطلاقه حرب الاسود نعم لا زال لا زين مبين على أسامة التعب مبين على أسامة التعب دقيقتين وعشر ثواني من نزال ما توقف نزال جميل خليفة لياقته ممتازة نعم لحد الآن خليفة لياقته ممتازة بس لحظة بيحاول ينزل تحت أكيد نفس ما سوى دمساع يحاول ممكن يضرب بوكس وينزل تحت الحين لازم يشغل لوكيك لأن اللوكيك ممكن تلبس في الوجه شوف لاعب بينزل أسامة حدر أسامة حدر ضربة وصلت جميلة هذا فرصته الحين يقدر ياخذ خليفة خنق فرصته شوف أسامة عنده كلبشات هذه يسمونها خنق المثلث خنق المثلث خليفة هذا خنق قوي إذا قدر يسيطر خليفة خنق جدا قوي إذا قدر يسيطر خليفة ولكن الظاهر مو مسيطر المفروض ايده تكون على هي كابتن خلطه سحريه لازم نعم. لياقه وقوه وتكنيك التكنيك نعم. بروحه ما راح يكفي لانه بيبين بالجوله الثانيه مع الباور عدت 3 دقائق و12 ثانيه من الجوله الثانيه الصاله اشتعلت الصاله نعم. بالحماس تخلص اللاعب اسامه نبهوا الحكم ما كانت مؤثره عدها الحكم المفروض يمسك راسه خليفه على اساس انه يتخلص من الضربات البوكس قاعد يحاول يسيطر عليه باللكمات اللي على الجسم انا حس ياس ياس اسامه ياس صار يشعر بالياس اسامه مو عارف ايش يعمل ضربات على الجسم غير مؤثره صحيح غير مؤثره جدا قاعد ينام عليه يعني نعم المفروض الحكم يوقف هذا لانه ما حد قاعد يسوي شيء ومبين اسامه قاعد يريح دقيقه باقي دقيقه وايد قاعد يعطيهم فرصه وايد ماكو شيء خذا كسر خذا كسر تخلص تخلص حلو من اللاعب خليفه نعم هذا مسك وقعد على الوضعيه هذه المفروض يوقفهم يقول يلعبون الان ماكو شيء الحين المفروض خليفه يحاول يستغل الضربات ما شاف يطق تحت خليفه الحين يقدر ياخذ الخنق عنده نص دقيقه عنده 20 ثانيه
سلام. لعبة جميلة، تخلص جميل، تكنيك جميل، لعب وايد قوي جميل، وفي تكنيك وايد حلو من الطرفين. ما باقي شيء، 15 ثواني راح تنتهي اللعبة. أقل من 10 ثواني. نعم انتهت. في عندنا جولة ثالثة. أداء جميل من الطرفين. عندنا جولة ثالثة. أعتقد الطرفين. هذا فايت حرب الأسود. ولكن مبين على أسامة تعبك. لاحظ خليفة شلون، ولا كنا لاعب ولا كنا نسوي شيء. تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. لياقته عالية. هذه حرب الأسود. الليله حرب الاسود، الكل مستمتع، الكل انا حاسس الادرينالين بالصاله عالي جدا، الكل حاسس بالحماس. جمهور كبير لاسامه، جمهور كبير لخليفه، اداء مشرف من اسامه واداء مشرف من خليفه، وان شاء الله بنتمنى الفوز ده.